وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، ذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. قد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظة القاهرة، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود بهدف تغيير واقع تلك المناطق وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وقد استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة، حيث وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضري للمدينة والخدمات المختلفة بها.